مسلسل ساق البامبو يعني تناول قضايا مهمة وواقعية، بس واجه هجوم كبير من الناس، من الرقابة، من وايد يعني محطات واجهته. والله شوفي، هذا الموضوع طبعا يعني الشأن يرجع إلى وزارة الإعلام. نعم. في هذا الشأن يعني أنا ما أقدر أتكلم أي شيء إلا أن العمل انعرض ولاقى استحسان الجمهور. نعم. والحمد لله احنا أدينا اللي علينا ووصلنا الرسالة. الحمد لله. ما 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 خلف الكواليس زين، أعتقد صاير يمكن خلف الكواليس لحد الآن، وأي شيء بيظهر أكيد الكويت كلها راح تعرف الموضوع هذا. بس أنا أعتقد يعني أنه هو الإحراج اللي صار لبعض يمكن المتمرسين في وزارة الإعلام، أنه هو الرواية أجيزت من قبل وزارة الإعلام. صحيح. أو من قبل وزارة الإعلام عفوا، وأيضا هي ماخذة جائزة البوكر العالمية. فإنك تعرضها مسلسل وإحنا نرفض المسلسل، ما أدري، في إشكال الظاهر عند الإخوان هنا.